أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد، ومقطع Red Dead Redemption 2 زين لهب. طبعا في هذا المقطع راح نستكشف الماب وراح اوريكم اماكن شخصيات غريبة ومخيفة، وايضا راح اوريكم بعض الاماكن الغريبة اللي تروح لها تطالع فيها ايش صار هنا وايش ما صار. فراح يكون موضوعنا شيق اليوم، فيلا نخش في المقطع. طيب اول مكان في له شيء غريب راح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي، بالقرب من مدينة اللي هو البلاك ووتر. طبعا لما توصل للمكان راح تلاحظ انه موجودة عندك عربتين، والعربتين كلها مقلوبة، عربة لونها احمر وعربة لونها ازرق. خلونا اول شيء ناخذ اللي هو العربة اللي لونها احمر. طبعا الرسمة الموجودة على العربة رسمة جدا جدا غريبة، وتخليك تطالع يعني وانت مستغرب ايش وضع هذه الصورة. لما تركز في الصورة راح تلاحظ جسد واحد لكن راسين، شيء غريب جدا وشيء يعني محير ويخليك تطرح أسئلة كثيرة. طبعا قبل ما نطرح الأسئلة خلونا نطالع في ايش محتوى العربة او ايش داخل العربة. طبعا راح تلاحظ انه داخل العربة راح يكون نفس الصورة، راح يكون جسد واحد وراسين، لكن داخل العربة راح يكون جسد واحد وجمجمتين، يعني ما في بشرة وما في ملامح وما في وجه. فهذه خلينا نطرح الأسئلة، هذولا ليش براسين؟ هذولا ليش مقلوبين وليش ميتين؟ وهذولا يعني هل إنهم بسبب كلام الناس عليهم ليش هم براسين انتحروا، او انه بعض الاشخاص هجموا عليهم وقتلوهم وحرقوهم وخلوهم بهذا الشكل؟ فصراحة يعني وضعهم مريب، وضعهم غريب، ويبغالهم يعني قاعدة خاصة نبحث في وضعهم. فاذا تبغون يعني نبحث اكثر اكتبوا لنا في خانة التعليقات. فالان ننتقل للي هو المركبة او العربة الزرقاء. بالنسبة للعربة الزرقاء راح يكون فيها زي لعبة، لما تعطيها هيد راح تتكلم اكثر واكثر واكثر. اخليكم مع الجيم بلاي احسن. I have been waiting for you. Listen, as Madame Irene is an endless fountain of wisdom, as long as you have the silver, you can observe a lot by looking in the mirror and wondering what on earth convinced you to put that on your head. Hello, wanderer. I am looking deep into my crystal ball. Yes, here we are. Before you seek to fulfill your soul, try your belly first. It grumbles to a deafening degree. I am consulting the clouds for your fortune. Yes, here it is. Do not adopt the pace of nature and lie dormant for a winter. Then mate and murder before perishing without purpose. I am tired and cannot fathom reaching into the deep recesses of my psychic wisdom. Please, come back another time. طبعا كلامها نوعا ما غير مفهوم، حاولت بقدر الامكان اني افهم واترجم لكم اياه، لكن كلامها صراحة جدا بليغ يعني. لكن هي احد الاشياء الغريبة الموجودة في اللعبة، فحبيت اني احطها في هذا المقطع. طبعا قبل ما ننتقل للشيء الثاني، بالله طالعوا في العود، ما هو العود حقنا هذا؟ العود حقنا صح ولا لا؟ اللي حقنا هذا والله ما هي حالة. بالنسبة للمكان الثاني راح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي، لما تروح لهذا المكان راح تحصل ملك الأشجار، راح تحصل شخص مريض ساكن في الشجر، يتكي في الشجر. لا كثر كلام، اترككم مع الجيم بلاي. Go on, go away. Howdy. What do you want? I'm not sure. Then become a king. But I didn't know what I wanted. Then I realized I could become a king. I've been happy ever since. His Majesty is always happy. You're happy with the trees? Elated. In a regal sort of way.
You peasants wouldn't understand. طبعا هذا الشخص يعني غالبا هو مريض، يقول انا ملك الاشجار واتكي فيها، انا احس اني ملك ومن يوم ما صرت ملك وجميع الاشجار قاعده تطيعني. يعني والله ما ادري ايش اقول لكم، لكن شخصيه جدا جدا غريبه. في شيء برضو اضافي، اذا قعدت عنده طويل بعد ما تخلص الكاتسينز يعني، وقعدت عنده وطولت مرة، ترى يرميك بالحجارة. شوفوا دحين يرمينا بالحجارة، والله في حالة صراحة. هذه شخصية غريبة جدا وتقدر تحصلها في هذا المكان. فيلا الآن ننتقل للشخصية الغريبة الثالثة. بالنسبة للشخصية الثالثة راح يكون مكانها هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي. طبعا هذه الشخصية وضعها غريب جدا، لأنه صوتها جدا جدا حاد وجدا ينرفز يعني لما تسمعه. وبرضو هذا متكي في الشجرة. أترككم مع الجيم بلاي الآن. طبعا زي ما تشوفون وجهه جدا جدا مشوه. ايضا حاولت اني اقتله بالديد اي، طلقت عليه نزل من الشجرة وما مات، وقف كذا زي ما شفتوا. وايضا حاولت اني ارميه به اللي هو المولوتوف او اللي هو القنابل الحارقة، ارميها فيه برضو ما هو راضي يموت. القنبلة الحارقة الاولى، الثانية، ممكن الثالثة، مات وانحرق منها. يعني وضعه غريب جدا، طلقته بالرصاص ما مات، رميته بقنابل حارقة ما مات، وصلت لين ثلاثة قنابل حارقة بعدها مات. فوضعه جدا جدا غريب. بالنسبة للمكان الغريب الرابع راح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي. لما توصل للمكان راح تحصل انه عبارة عن بيت. لما تخش هذا البيت راح تكون المفاجأة والصدمة، راح تحصل مجموعة كبيرة من الجثث اللي تم قتلها بأبشع الطرق. لكن لما تركز أكثر راح تحصل إنه الأعضاء منتشرة في جميع الأماكن، والأحشاء في جهة والأشلاء في جهة أخرى. طبعا لما تركز في المكان أكثر وتدرس المكان أكثر راح تقول غالبا في هذا المكان حدث انفجار وسبب انتشار الأشلاء بهذا الشكل. صحيح ووضعك تمام، لكن لما تلاحظ أكثر وتشوف إيش صار في هذا البيت، أول شيء راح تلاحظ إنه السقف مخروم، هذا أول شيء. والشيء الثاني إنه أرضيتهم راح تكون مفجورة وفيها حفرة كبيرة جدا. لما تجي تطالع في الحفرة راح تلاحظ نيزك، فخلاص راح تستنتج انه هذا البيت سقط عليهم نيزك وسبب بقتل هذول الاشخاص بهذا الشكل وانتشار اشلاءهم في جميع المكان. طبعا ايضا ارثر لما يكتب في مذكرته عن هذا المكان راح يكتب انه هذا عبارة عن بيت صغير وسقط عليهم شيء غريب، بعدها يكتب انه ممكن نيزك. طبعا الادلة الموجودة عندنا على انه نيزك ادلة جدا جدا قوية. اول دليل اللي هو السقف المخروم، وثاني شيء اللي هو الحفرة الموجودة في وسط البيت، والحفرة ايضا النيزك متواجد فيها. وايضا في شيء ثاني انه الدخان طالع من النيزك، فان دل على شيء فهذا يدل على انه الحادثة حدثت قريبا. فصراحة شيء مؤسف جدا اللي حدث لهذول الاشخاص، ممكن كانوا عائلة صغيرة متجمعة مع بعضها ومبسوطين يداهمهم نيزك، فصراحة شيء جدا جدا مؤسف. طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة تدمير شامل. يلا سلام عليكم.